دلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، وأول سؤال مستر سهل. سؤال سهل ولا لا؟ من وجهة نظر حضرتك والله سهل. من وجهة نظري إنه أيوة. هو سهل عشان أعرف الإجابة. صعب من الزبال، ولكن أنا مش قادر أتدخل الأدب، بس أنا كان رأيي تأجلوا لي العلوم. لأن السؤال صعب. ليه يا دكتور؟ لا سؤال سهل، أدب. والسؤال هو من هو الأديب التركي مؤلف رواية اسمي أحمر؟ اسمي أحمر. أورخان باموك، حصل على جائزة نوبل 2006. أورخان باموك هو ما فيش غيره في تركيا، هو أشهر كاتب. بس مش معناها إن إجابته صح. رجعها الصبح. صح يا دكتور، صح يا مستر. صح صح صح. محمد عبد القادر، إجابة صحيحة. هو فعلا حصل على جائزة نوبل في 2006. 20 نقطة. المعز 60، نفرتيتي 30. أدب. والسؤال من بلخ إلى قنية، هو كتاب يتناول سيرة حياة شاعر فارسي، فمن هو؟ من بلخ إلى قنية، 10 فصول، تأليف بديع الزمان فروزانفر، بتتناول سيرة حياة مولانا. لا ما عندناش إجابة. من بلخ إلى قنية لمين؟ شاعر فارسي راح تركيا. مين يا محمد؟ الهمزاني. بقول فارسي ومولانا. إجابة خاطئة. الطريقة بتاعته مشهورة جدا في تركيا، الطريقة الصوفية. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. شمس الدين التبريزي، فريد الدين العطار، جلال الدين الرومي، أبو اليزيد البسطامي. رشا خطفت البزر. أنا محتارة والله. محتارة. محتارة ما بين إيه وإيه؟ شمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومي. بصي هو فعلا واحد منهم. يا لهوي. أيوة يا لهوي، بالظبط كده. رشا، شمس الدين التبريزي ولا جلال الدين الرومي؟ لا أنا محتارة، بس أنا أقول جلال الدين الرومي. يلا إجابة خاطئة. خدت الريسك بنقص 5 نقاط أو زائد 10 نقاط. إجابة صحيحة. جلال الدين الرومي. 10 نقاط مهمين جدا يا رشا. 40 نفرتيتي، المعز 60.